تم تسجيل وفاة عجوزتين ببرج الكيثان ودراريا بسكتة قلبية بسبب القفز عبر أو بسبب عفوا الفزع مباشرة بعد الهزة الأرضية. وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الإصابات لحقت أيضا ب12 شخصا سببها القفز بسبب الذعر. وقد سجل زلزال بقوة 5.6 على سلم ريشتر على الساعة 5:11 صباح اليوم على بعد 19 كيلومترا شمال بلوغين بالعاصمة. الزلزال مس بهزته سكان الولايات المجاورة للعاصمة على غرار بومرداس والبليدة تيبازا وولاية البويرة. كما تم تسجيل 12 هزة ارتدادية إلى غاية الآن مباشرة بعد الزلزال. محمد بومجورة صدى التاج. على كل حال على الساعة 5:11 كانت فيه هزة زلزالية للقوة تاعها أو الشدة كانت بلغت إلى 5.6، والمركز وجدناه 19 كيلومتر شمال شرق مدينة بولوغين. هذه الهزة هادية حسب التوقيت تاع الحدوث تاعها 5:11، وين نكون كل المواطنين كانوا في حالة الارتياح، شيء طبيعي أن كانوا يشعروا بها. وكان كاين نقطة قلنا لازم أشير إليها، أن النشاط الزلزالي في شمال الجزائر معروف، ومعروف كذلك بأن كل شمال الجزائر معرض إلى هذه الظاهرة، وإنما حسب التصنيف والمعلومات